تخبر اراني في ورطه بشوف بعيني زدمه الشرطه ويلي ويلي خلعوني يا ما ويلي ويلي حلبتني الغربة وش راك دير هنا تعرفوا هذا راني شايف نيتي نشوف الرجاله قبضنا عليك في موسمها الثالث، رجعت بسيناريو جديد، سيناريو رايحين نختبروا فيه ردة فعل بعض مشاهير ونجوم الجزائر تجاه ظاهرة اختطاف الأطفال، بالإضافة إلى اتهام ضيفنا بحيازة مخدرات وتهم أخرى. أبقوا معنا. ضيفنا اليوم هو عبد الله المؤذن لاعب مولودية الجزائر، مرحبا بك يا عبد الله. باش تفهم الوضع هنا وراك هذا سيستم
الحسين لسه في امره. نعم نقدر معك شو صار؟ مو شيء. اوكي ولد هذا في فوق خلصة في دجه ولد ولد صغير ولد صغير مخطوف في هذا الفوق معايا صح دوك انت وش راك دير مع سي هذا انا صاحبي جاني صاحبي باش نشوف واحد عندي كوبي بابا تفضل بابا شكون شكون لا مش سيم بلا مش مؤدن ما فهم والو كي دخلت ام الطفل المخطوف وهي بدات تبكي وعبد الله لونه تبدل مؤدن كي شاف طفل مربوط ويبكي قلبو حبس وفرغ الزعاف والخوف اللي كان فيه في زينو مسكين انت يا زينو المؤذن غاطو بزاف والدة الطفل ولو كان ما سلكوكش يا زينو كان يكملك عبد الله انا بالي شي ما نعرفوش الطفل هذا صح من الاخر ما نعرفوش ساكوشا تعمل ماشي تاعك ساكوشا ماشي تاعك الطفل تعمل انت ما عرفتش باش انا الطفل هذا كاع هذا واش انتوما اللي شفنا من هنا شوف لو جيت انا شوف دوك تفهمك ما ماش خارجين من حتى بيسيسي شكون عارف تفهمو شكون جاب الطفل كيف تفهم؟ تفهم؟ كل هذا السيد أنا هذا ليش قاعد؟
انا زوج متخصصين هذا ودي لو تخلعني جمالك يا لا ما خلعش وجبي ماشي ما نحاجموش فيه زوج، أنا سيدي ما نعرفهاش، جيت نشوف غوليان يعني أونديكابي وليت فيه خنوص فما باليش دعوة شراد. المؤذن النار شعلت فيه، كيزينو قال للشرطة باللي الساكوشة اللي فيها المخدرات ديالو. صدقت أنت ولا تاع الساكوشة؟ تاعنا الساكوشة، تاعو. ها؟ قبضنا عليك، ما كان لا مخدرات لا اختطاف الاطفال. انت وليد فاميليا وخطيك هاد الحوايج، ربي ينجحك في مشوارك الكروي. ويلي ويلي حلمتني الغربه، واش راك دير هنا تعرفوا هذا؟ راني جاي بنيتي نشوف الرجاله، حبي باصي ونيراني في حاله. ويلي ويلي صافطوكم وصحه رمضانكم. خوتي جيت نشوف انون ديكابي، تلقيت روحي في الغبرة اورو خلع خدش بخدش لا مغدت خلع وفاتت قام حكمونا قناة الهدف. انا ما قريب من حبش نبدأ في التلفزيون، قام حكمونا اليوم وش نقول يا خلعت مع الاولى، ومن بعد شغل شو كي شفت الغبرة وكاع خلعت. من بعد حسيت شغل حسيت باللي كاينه حاجه ما ماشي هيك، بس كلو لازم نشوف اون دي كابي. من بعد اون دي كابي تشوفها في دار ما بالي شو تشوفها في السبيطار في صال ديفات. ومن بعد كي شفت ما انا ما هي اللي قتلتني شاتي بكي خلعتني، رحت معاهم في الخط وحكمونا. ما شو نقول لهم، خافوا ربي شويه، هذا صالح ماشي ملاح على باليش. انا دوك تخطف غوليان صغير شد دير بيه ماشي مليح، والله تحاسب عند ربي.